أهلا بكم لم يكد أبناء المناطق المحررة في سوريا من ظلم القتل والاستبداد يتنفسون نسائم حريتهم ويسيرون على درب أمالهم بمجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة حتى تفاجؤوا بأرتال مستوردة من ظلمات الفكر والحضارة من أصقاع المعمورة يسرعون الخطى لملء الساحة منتصرين على ثورتهم ومستقوين بأكاذيب شعاراتهم فانتقل السوريون الرازحون في تلك المناطق من ظلم الاستبداد الى ظلم التطرف ومن دكتاتوريه الجلاد الى مقصله عمائم الدجل سنوات مرت بالمها وقساوتها استطاعت بعض تلك المناطق ان تستعيد حريتها ولا تزال مناطق اخرى تحاول وتكابد لاجل ذلك اليوم كيف تحول البديل الثقافي الحضاري على ابناء المنطقه وكيف عليهم إعادة ترميمه وماذا عن جيل من الأطفال نما في أسر داعش وكيف ينبغي العمل على استعادة براءتهم وزجهم مجددا على بداية الطريق السليم وماذا عن دور المجالس المدنية والمؤسسات الخدمية والمجتمعية والأهلية في المناطق التي نعمت بحريتها الثانية في ملف هذا الأسبوع مناطق تتحرر من داعش كيف استعادتها من الظلمات إلى النور. الرقة تذبح باسم الخلافة هي واحدة من العبارات التي خطتها انامل الفنانين على جدران مدينة صوران في ريف حلب الشمالي. التعبير بحرية احد مكتسبات دحر تنظيم داعش من البلدة على يد الثوار ضمن عمليات درع الفرات، حرية ما كانت متاحة خلال حكم اصحاب الرايات السوداء. سيطرة الجيش الحر على المنطقة. شكل متنفسا لجميع المدنيين وعلى راسهم الرسامين اذ بات بمقدورهم التعبير عن رسائلهم وافكارهم بالوان افتقدوها طويلا ورغم التحرير لا يزال تامينها ابرز تحدياتهم بصراحه في المناطق المحرره يعني ما في صعوبات كبيره بتواجهنا الا مثلا احيانا حاجتنا لبعض الالوان اللي صعب تكون موجوده بدنا نوسع تركيا نجيبها ومن مناطق ثانيه بسبب الوضع اللي عايشينه نحن الان ما في معامل ما في كذا بعد تهجير اهلنا من حلب كسحابه من الدخان الاسود مر التنظيم من هنا تاركا عشرات العبارات المتطرفه كفكره لذا سعت لجنه اعاده الاستقرار على محيها من خلال حمله شوارعنا ملونه في كل من اخترين وصوران ودابق وغيرها من البلدات بسم الله الرحمن الرحيم قامت لجنة الاستقرار تابع لمحافظة حلب الحرة برفع مشروع شوارعنا ملونة الهدف والغاية منه كان إزالة مظاهر داعش الظلامية في الفترة السابقة لتحرير البلدة وتزيين الشوارع وإعطاء الرونق الحضاري لأي بلدة تم تعهدها بالإضافة إلى إطفاء شرعية للمجالس المحلية المنبثقة جديدة الجيد في الأمر أنها تم المزج بين الخبرات الموجودة في الداخل السوري من فنانين ورسامين وتزيين الأفكار الموجودة لديهم على جدران الشوارع وإعطاء الرونق الحضاري للبلدات التي تم تعهدها من قبل لجنة الاستقرار شوارع وعرة وأرصفة مكسرة أبرز الصعوبات التي واجهت فريق عمل شوارعنا ملونة إلا أن إعادة الوجه الحضاري للمنطقة بألوان تزيل حلكة التنظيم تستحق ورحب بضيوفي في حلقه اليوم في الاستديو الناشط السياسي اياد البطل اهلا بك اياد اهلا وسهلا ارحب ايضا بالكاتب السياسي وليد عبد القادر وايضا القيادي في حزب يكيتي السوري الكردي المعارض اهلا بك أهلاً. وارحب من بروكسل عبر سكايب بضيفي محمد ربيع الشعار منسق الرابطه الاوروبيه السوريه اهلا بك سيد ربيع حياكم الله استاذ هادي تحياتي لك ولجمهورك الكريم ولضيوفك الكرام الله يسلمك وسابدا من عندكم مباشره ربيع كيف قرات البديل الثقافي الحضاري الذي عاد ابناء المنطقه لنسج امالهم عليه نعم الشعب السوري شعب حضاري لا ينجذب للتطرف، لا ينجذب لعصور الظلام، شعب متحضر بطبعه، انا اعرف ابناء شعب سوريا هنا في اوروبا منذ عشرين عاما انا اقيم هنا يسبقون احيانا الاوروبيين انفسهم ويفاجئونهم بتحضرهم وبعطائهم وباندماجهم الجميل المفيد مع المحافظه على اصالتهم هنا في اوروبا وهذا دليل اصاله الانسان السوري، الانسان السوري فعال يجيد صنع الجمال كما سمعت عبر الروبرتاج اللي عملتوه حضرتكم في المنطقه المحرره هناك فعل على الارض لكي ينسى الشعب المظلوم الذي تعرض للظلم وللارهاب والحياه في عصور ظلاميه فرضت عليه بقوه سلاح وبقوه اجهزه مخابرات قذره ارهابيه مجرمه، فرضت عليه فرضا يريد ان يتخلص منها وان ينطلق مره اخرى الى الحياه بافعال جميله بامكانيات بسيطه جدا. انا ارى بان الانسان السوري قادر على صنع الحضاره، قادر على العوده الى طريق التحضر والى لحاق ركب الحضاره العالميه لانه انسان مثقف هناك اميين هناك سوريين اميين ولكنهم مثقفين متعلمين يعني فورا امتلاكهم للادوات تماما سيد ربيع فور امتلاكهم للادوات وان كانت بسيطه يعني ريشه ريشه فنان والوان نعم استطاعوا ان يعني يزيلوا رسومات ويرسموا رسومات جديده ويعني يعبروا عن بدايه تطلعهم لافق جديد اياد برايك كيف على السوريين اعاده ترميم هذا الفارق الحضاري يعني بعد ان كانوا في معروف يعني المناطق اللي تحت حكم وظلم داعش كيف تعيش وفي اي وادي تعيش وفي اي واقع تعيش؟ صحيح ولكن مرحله داعش هي مرحله طارئه يعني هي مرحله ما تعمل تغيير حضاري في المنطقه بالعكس يمكن المنطقه اثبتت او كان المنطقه اثبتوا انه التطرف هو حاله طارئه على المجتمع السوري او على العقليه السوريه. لانه اولا لم يجد اي حاضنه اجتماعيه والدليل هو هو هذا الخروج السريع بمجرد طلعوا طلعت داعش من المنطقه اهالي المنطقه احتفلوا بخروجها اذا هي ما كان في الى اي حاضنه شعبيه الثاني إنه, إنه, انه الفكر المتطرف بشكل عام او الارهاب هو مو 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 فكر عام عند السوريين مو هو ثقافه السوريين لاني داعش ما استطاعت ان تفرض وجودها غير بقوه السلاح و وبالارهاب يعني ما ما كانت تلاقي اي اي استجابه من الاماكن من من هاي المناطق اللي كانت فيها وهي الحركات هي كلها بتدل على انه بالعكس هذا الناس يعني لا يمكن انتزاعها من ثقافتها وتاريخها ووجودها بهذه الارض بمجرد مرور يعني هي سحابه غيم سوداء مجرد مستبد ولكن بشكل اخر، يعني كما انه بشار الاسد او ال الاسد لم يستطيعوا ان ينتزعوا الحريه من, من من هذا الشعب بعد 40 سنه، كذلك من المستحيل ان تاتي داعش وتحاول ان تنتزع منهم خلال سنه او سنتين، يعني وان مروا فيها ولكن هذا الموضوع ما راح يدوم. طيب سيد وليد وايضا انت من ابناء المناطق الشمال السوري ولديك يعني اطلاع واتصالات دائمه مع ابناء تلك المناطق، برايك هي صدمة حضارية ثقافية تعرض لها ابناء تلك المناطق التي رزحت تحت الاحتلال الداعشي خلال وان خلال سنوات يعني قليلة بالمعيار النسبي مثل ما حكى اياد يعني بالتاكيد بداية هذه حقيقة حلقة تسجل لكم لانها موضوع جد حيوي المسالة لا تتعلق باعادة العمران او عمران ما تهدم سواء من ال أمكنة إلى آخره في الموضوع الأساس وإن حدث حقيقة انقطاع لفترة زمنية لربما سنتين أو ثلاثة أو أربعة ولكن ما هو في القاع من الذات الشخص السوري أو البيئة السورية ما استطاعت داعش ولا تستطيع بأي شكل من الأشكال حقيقة أن تخفي سواء كانت بهاء اللون أو الجماليات التي كانت كانت التي بالأساسية موجودة في البيئة السورية من ناحية والنقطة الثانية قابلية الإنسان السوري بتجاوز هذه الحالة الانقطاعية التي حدثت رغم القمع الشديد التي مورست مثلا في المناطق التي تم الاستحواذ عليها من قبل داعش قابلية نفس السوري مثل ما قال الأخ ربيع. ربيع هي حقيقة أن تتجاوز تستطيع أن تتجاوز الأزمة وأن تعيد يعني الانتقاء ما يساعد من ماضيها ما يساعدها حقيقة الارتقاء في إعادة التواصل من ناحية وتجاوز ما كانت موجودة ظاهرة الألوان عشتها أنا شخصيا في المعتقل عندما فرض علينا أقصد المعتقل في سنة 92 كان الامن ضابط الامن السياسي علينا كمعتقلين اكراد سوريين فقط كان انتم محظوظين بالمعتقلات جربتوا بالمعتقل. كل أنواع يعني مناطق فرض علي فرضوا علينا كان يفرض علينا فقط اللون الاسود واللون البني واعتبر ظاهره الالوان هاي نوع من الترف وايضا ذات خصوصيه قوميه طيب موضوع الالوان كونك يعني عم 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 تشير له وتاكد عليه اياد الناحيه الجماليه عند ابناء المناطق اللي انحرموا من التلفزيون من الانترنت من من الالوان الزاهيه من الحفلات من الفنون الى ما هنالك حتى الناحيه الجماليه الا تتاثر يعني الذوقيه طبعاً مثلا طبعا تاثروا خاصه بالنظر الى انه نحن الان نتحدث عن داعش ولكن هي الموضوع يعني كان اكبر من داعش بكثير الموضوع انه هذه المنطقه تحت قصف النظام منذ فترة طويلة ثم ابتليت بداعش ثم ابتليت بقصف التحالف ثم ابتليت بمشاريع متعددة في المنطقة يعني يعني هي داعش هي مرحلة يمكن مرحلة تسيطر عليها ولكن هي المنطقة بمرحلة نكبة صار أكثر من من خمس أو ست سنوات ف ما في بيت عندهم بهي المنطقة إلا في عنده شهيد ما في بيت إلا في عنده إلا إلا مهدم يمكن جزء منه قلت لك في نزاع مشاريع كثير بيخلي يعني حالة لا استقرار مستمرة دائما قلت لك يا داعش يمكن الأبرز أو الشكل الأبرز اللي كانت هو السواد اللي كان الشكل الأبرز بس مع ذلك يعني هذا الشعب عنده إرادة رهيبة للحياة يعني خروج داعش ما ما فترة قريبة كتير مع ذلك عم يفكروا ما زالوا عم يفكروا يعملوا لافتات يعني أنا بستغربوا أنه كثيرين من السوريين أو من 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 السوار والمعارضين وكذا وهن يعني معارضتهم لا تتجاوز يمكن ال 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 وسائل التواصل الاجتماعي وكذا بلشوا يشعروا باليأس يعني من الثوره ويقول لك الثوره انتهت ويقول لك انه الموضوع خلص وكذا وناس تحت يعني تحت أقسى واسوأ الظروف ما زال عندهم كل هذا الامل يعني وما زال عندهم ما زال عندهم هذا الحافز ليطلعوا ويكتبوا لوحه ويكتبوا شعار ويطلعوا مظاهره يعني بالعكس هذا شيء جبار عنوان التشديد الامني اللي الموجود والمعروف بتلك المناطق والاعدامات التي طالت الكبير والصغير من السكان فضلا عن الاستعراضات العسكريه التي كان يجريها تنظيم داعش كانت مشاهد سائده اثناء احتلال هذا التنظيم لمدينه الباب شمال شرقي حلب لعل اسوا هذه الامور ولعل من اسوا مشاهد الذاكره هنا استعراض جرى في عام 2014 حين سير داعش رتلا عسكريا وجاب به شوارع المدينه من الاطفال وبذات الطريقه بالمقابل وبعد ثلاثه اعوام رد ناشطو مدينه الباب بتسيير حافلات تقل الاطفال لكن هذه المره اطفال كانوا يرتدون ملابس اطباء ملابس مهندسين وغيرهم من المهن في رساله سلام وحياه للعالم المزيد في التقرير التالي قبل ثلاثة أعوام وفي ذات المكان خرج تنظيم داعش باستعراض عسكري لمقاتليه الملثمين وجاب بهم شوارع مدينة الباب برسالة مباشرة تزرع الخوف بقلوب المدنيين مما هو ات. هزم داعش وبقي المكان ليصبح شاهدا على استعراض بفكرة معاكسة أبطاله أطفال يبعثون برسائل السلام إلى العالم وكل يرتدي زيا حسب حلمه. بعد تحرير مدينة الباب بفضل جيش السور الحر قام شباب تنسيقية الباب باستعراض طفولي لأبناء مدينة الباب الحقيقيين ما هو أشخاص مجهولي الهوية وغير ملثمين فيهم الطبيب والمهندس واللي حاب يكون دفاع مدني في لما يكبر برد على استعراض العسكري تبع تنظيم داعش اللي عمله بال2014 الفعالية نظمها ناشطون في تنسيقية مدينة الباب وذلك احتفالا بمرور عام على هزيمة سواد داعش في المدينة وشارك بتنظيم الاستعراض كل من الشرطه الحره والدفاع المدني وطلاب المدارس، فضلا عن حضور شعبي حافل. اخي اللي صار اليوم تظاهره بمعنى الكلمه، تظاهره من كل من كل قلوب الاطفال. الفرق بين اليوم وبين 2014 هو اليوم كانت طوعيه، 2014 كانت ارهابيه بكل ما الكلمه من معنى. مشروع طفوله، مشروع طفوله ناجح، الحمد لله. في مدينة الباب نفس الشيء حبينا نوصل رسالة للعالم انه السواد ان شاء الله زال من هالمدينة ورسالة بتوقع ان شاء الله وصلت. تعد هذه الفعالية واحدة من اهم التحديات لتنظيم داعش الذي دأب خلال احتلاله الباب لقتل الامل في صدور المدنيين من خلال الاستعراضات العسكرية والجرائم التي ارتكبها ليقف سكان المدينة صفا واحدا في هذا المسير ولسان حالهم يقول هذه سوريا التي نريد. لأخبار الآن همام أبو الزين مدينة الباب ريف حلب الشرقي وليد بدي أسألك عن جيل الأطفال الذي نما في كنف أو بعهد أو بفترة داعش هي النقطة وأنت كاتب يعني وقد تتلمس بعض الأمور الروحانية الخاصة لك يمكن نظرتك كيف موضوع الأطفال يعني تحديداً يعني برايك يعني هذا الجيل حقيقة هذه المرحلة العمرية أه تلمس انا عدة حالات سواء كانت مثلا في الرقه او ريف حلب او حتى في سنجار مثلا او يعني اعذرني عن حالات طفوليه لاطفال يزيديين وكيف سيروا مثلا يعني اخذوهم من بين اهاليهم اهاليهم وعندما تم استعادتهم والنماذج او طريقه يعني احاديث لحد الان يوم اللي اتذكرها طبعا عايشين واضح يعني بالضبط يعني والمتلقي خاصه مثلا اللي عنده احساس ابوي او مثلا كان جد او اب يعني بتضل بتنعكس في نفسيته بشكل فظيع جدا مثلا طفل بدل ما تكون اللعبه للتسليه او للعب مثلا هذه اللعبه كانت تستخدم كأنموزج يعلمونه على طريقه الذبح مثلا او اليات استخدام السكين مثلا يعني حالات جدا بشعه وحتى بالمخيمات او حتى بمراكز التجميع للاطفال كان يعني كانوا هذه هؤلاء الاطفال لحد الان يخضعون لحالات مراقبه او لحالات اعاده التاهيل النفسي يعني او يعني لحد من خطورته حتى على الاطفال المحيطين او اللي حواليه بالذات يعني الطفل ما حتى اخوه ممكن كحاله تقليديه مثلا يقوم بذبحه على اساس انه نوع من الواجب ايضا الامور الاخرى مثلا تدريب على السلاح والرمي والى اخره حالات يعني الواحد من عده حالات انا استمعت استمعت لهم انه هم كانوا مثلا يهيئون وعده حالات تفجير مثلا انتحاريين مثلا اطفال نفذوها هم وفي منهم طبعا باخر لحظه سلموا نفسهم للشرطه وحكوا أه كيف انه أه بالضبط يعني كحادثه انا اتذكرها مثلا بكركوك او حتى بمناطق اخرى هاي نقطه يمكن و... يعني آه بس يعني بالمناسبه اياد كان حكى انه ثلاث سنين هي فتره قليله بحياه الشعوب والامم وما راح تتاثر لكن بحياه الاطفال ثلاث سنين تعني الكثير يعني هو بالاساس بالأس ما عنده هالمخزون التراكمي بالضبط يعني مو عمره 30 سنه واجت مرقت عليها ثلاث سنين لحتى ما تاثر راح ارجع لك اياد لكن بعد ما ناخذ ربيع عن جديد من بروكسل ربيع برايك تاثير الظلام الداعشي هذا اللي شفناه وحكى عن نماذج يعني تقشعر لها الابدان السيد وليد من الشمال الشرقي تاثيرها على عقليه النشء الجديد في المناطق المحرره برايك؟ نعم التاثير انا برايي قوي جدا قوي جدا جدا حتى ان بعض الاطفال الذين عايشوا ليس داعش معايشة حقيقية وإنما سمعوا عنها أتوا إلى أوروبا مثلا مع أهاليهم في رحلات اللجوء وما زالوا متأثرين بهذا الفكر السن الذي غرست فيه في الطفل هذه الأفكار سن خصب جدا يلتقط به الطفل ما يؤسس به لحياته المستقبلية وهنا مكمن الخطورة أنا برأيي رغم قصر المدة ولكن كان التأثير كبير وفظيع جدا، لماذا؟ لأنهم يعتمدون على الفكر الديني، بحشو دماغ الطفل بأفكار دينية والطفل نحن أبناء سوريا جميعنا بالفطرة متدينين أو شعب محافظ بالفطرة يعني نتربى في بيوتنا على الأفكار الدينية البسيطة التسامح المحبة نعرف أن الله محبة أن الله عطاء أن الله كرم أن الله عفو ولكنهم علموا الأطفال بأن الدين هو قتل وهو ذبح وهو سفك الدماء هذه الأفكار ليس بالسهولة أن ننتزعها من افكار الاطفال الصغار لانها لانهم تلقوها في فتره الخصوبه وفتره التلقي وفتره التاسيس فرغم قصر المده انا اعتقد بان هناك تاثير كبير جدا يجب ان تتضافر الجهود تربويا وثقافيا واجتماعيا لكي نغسل دماغ الطفل من هذه القدرات ونعيد نعم. له تدينه الجميل وعلاقته مع الله بناء على المحبة وعلى الإيمان وليس على القتل وإذاء الآخرين نعم وليس من السهولة كما ذكرت ربيع أن ننتزعها إياد هنا أسألك يعني كيف ينبغي برأيك يعني العمل على استعادة براءة هؤلاء الأطفال وزجهم مجددا في بداية الطريق العادي الطبيعي الاعتيادي السليم يعني يمكن من المبكر الحديث عن شيء مثل ما, ما يشبه إعادة الأعمار او او مرحله تخلص من اثار الحرب لاني لسه المنطقه بتعرف لسه يعني غير مستقره المناطق المحرر و... انا مناطق المحرر بس هي هي هذا شيء مؤقت يعني شيء لسه ما نعرف نهايته ولكن اذا بدنا نحكي تجاوزا يعني ونفرض انه هلا نحن اليوم عندك بمن... اطفال بالالاف إياد. تماما ايه انا يعني... أقول لك اذا بدنا نحكي تجاوزا فنحن قبل ما نفكر باي شيء له علاقه في اعاده اعمار هي المناطق علينا اعاده اعمار النفوس لان هدول الاطفال يعني الاطفال هن المستقبل اذا كان يعني كبروا وهن كل ما يعلق في ذاكرتهم هو مشاهد قتل سلاح لان يعني الطفل اللي تسرب من المدرسه الان ربما 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 لم ينضم الى داعش ولكن اصلا هذا يعني هدول العالم كانوا مجتهدين جدا بغسيل الادمغه، مجتهدين جدا كيف يجيبوا الطفل بمرحله عمريه ما يخلوه يحب السلاح، يحب ينموا عنده فكره القتل ما حكى لك عن طريق اللعبه تماما جابوا له اللعبه يعملوه يعني مثل ما مع الدم مع مشاهد دم هي القصص، فهلا اعاده اعمار هي النفوس هو اهم بكثير من اعاده اعمار المناطق التي تهدمت من مخلفات حرب داعش هلا هدول الاطفال اهم شيء اعادتهم الى المدارس يعني في كثير منهم تسربوا اعادتهم الى التعليم الصحيح لان انت كما تعلم كمان انه داعش كانت تقوم بتعليم ما ترغب وما تريد يعني فهلا الاطفال هن اهم على اي شيء في هاي المناطق ودائما الغايه تحويل هذه المناطق وكما يامل كل السوريين من الظلمات الى النور بعد زوال تنظيم داعش وكل التنظيمات المستبده والمتطرفه. فاصل ولنا عوده. اهلا بكم من جديد، مناطق تتحرر من داعش فكيف ينبغي استعادتها من الظلمات الى النور؟ ارحب مجددا بضيفي في الاستديو اياد البطل ووليد عبد القادر وضيفي من بروكسي ربيع الشعار اياد حكيت قبل قليل انه من الاولويات اليوم التركيز صحيح. على على الاطفال مسؤوليه من استعادت هذه البلدات والقرى والبلدات والقرى والمناطق الى مكانها الطبيعي ووضعها على الطريق السليم سواء كان اطفال او بشكل عام يعني كل ما يتعلق بمظاهر الحياه الطبيعيه في هذه المناطق يعني بالنظر انه مثل ما قلت لك لموضوع تنازع المشاريع في هي المناطق بشكل عام وقوى اقليميه وقوى دوليه وكثير احيانا قوى محليه يمكن الحقيقه ما بدي ادخل بـ 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 بتصنيفه او بانه مين هو على حق او على باطل او او هاي المناطق راح تكون تحت سيطره مين ولكن هذا العمل هو دائما ما خرج حدا يقوم فيه غير ابناء المدينه نفسها لاني هن اللي الاقدر على الاقدر والاحرص على مستقبل الجيل يمكن كل هاي المشاريع كل هاي الدول الاقليميه عندهم اهداف سياسيه في المنطقه اهداف استراتيجيه في المنطقه ولكن ما حد راح يهتم بالطفل غير هن هن الابناء البلد نفسها هن النشطاء المدنيين يعني الان هو وقت العوده للعمل الثوري لان هذا هو لب العمل الثوري الحقيقه انك انت ترجع تعيد هذول الاطفال عشرات او المئات من الاطفال اللي اللي, اللي, اللي تسربوا من التعليم اللي تعرضوا لا لصدمات نفسيه متعدده بسبب الحرب او بسبب داعش او كذا فهي اولويه أولوية العمل الثوري هي هي فلذلك اتوقع انه هي افضل يعني من يقوم من بها المجالس المحليه المجالس المحلية. المحليه والنشطاء المدنيين من اهل المدينه نفسها يمكن سالوا وجاوب اياد لما حكى انه مشاريع كثيره وجهات اقليميه ومو معروف لكن بنفس الوقت يمكن القاسم المشترك الوحيد هو اهل المناطق يعني منطقه ربما تسيطر عليها جهه فلانيه بعد التحرير ومنطقة أخرى تسيطر عليها جهة أخرى لكن ما يجمع هذه المناطق مع بعضها البعض أنه كأمل يعني أنه الشعب اللي ساكن بهي المناطق اللي لساته محافظ إلى حد ما على ثقافته وهويته أنت برأيك اليوم الدور الأساسي كيف ينبغي أن يتم العمل عليه وليد تعرف أستاذ هاني لإيجاد بيئة مناسبة لإعادة التواصل بين ما قبل داعش وما بعد داعش والانطلاق مثلا نحو افاق مستقبليه بتصوري بدا بالاضافه للحاضنه الاجتماعيه لابد ان يتوفر كمان غطاء سياسي والغطاء السياسي اعني فيها حقيقه وجود مشروع سياسي مثلا ينهي اذا هلا حاليا مثلا توقف الحرب لنفترض بحلب بس بحوالي حلب كلياتها مثلا بالرقه بدير الزور بباديه حما بحمص كلياتها ما زالت المعارك وانت عارف نحن كلياتنا عايشين بعصر العولمه والتلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي فمجرد مثلا سواء كان الطفل اللي عانى من داعش وتحرر من داعش بس عم يسمع كمان لو بالصدفه لو بمرورا مثلا بنشرات الاخبار عن الاحداث اللي مثلا صراع داعش مع في بيئات اخرى فبتضل نوع من المتلازمه بقناعتي يعني السعي لي يعني توافق بين الحل السياسي والحل الاجتماعي وبالتاكيد انا متفق معكم الحاضنه الاساسيه راح تكون لكل مجتمع لكل فردا بيئه هي نفس الحاضنه اللي تستطيع مثلا انه تتجاوز سواء أن كانت يعني او تعيد التواصل قبل داعش وبعد داعش يعني انت ترى من الاهميه اكثر انه دفع مسار الحل السياسي وانه العمل على استعاده هذه البلدات البلدات والقرى للطريق السليم ما ممكن يستوي من دون حل سياسي واياد نوه واكد على موضوع المجالس المدنيه والاهليه الموجوده في هذه يعني كاولويه تفضل يعني أنا كمان متفق تماما يعني قصدي يعني نبهت أه لنقطة أه أقصد بس قصدي أنه مثلا حاليا هلا في جو المخيمات غالبيتهم المدن المدن مهدمة القرى مهدمة الناس بمخيمات اللجوء من الصعب العمل على ذلك بالضبط يعني المفروض يكون في تلازم بين تمام يعني آه هذا اللي قصد. أكيد المسارين لكن ربما كل شخص منكما يرى أولوية دون أخرى أو مع الأخرى ربيع برأيك مسؤولية استعاده هذه البلدات وعودتها الى واحه الامل ان صح التعبير. اين نركز او اين يفترض ان يتم التركيز؟ نعم انا ارى ان يتم التركيز على التعليم حتى التعليم في المسجد، رجال الدين السوريين فكريا يختلفون اختلافا جذريا عن غرباء وشذاذ الآفاق الذين أتوا مع داعش ليملؤوا لي عقول أطفالنا بهذا الإجرام. التركيز على التعليم التركيز على التربية في البيت والتركيز أيضاً على مراقبة الطفل عندما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك مثلاً أن أن تختار له أمه أو أو أبوه أو المشرف على تربيته الصفحات التي يجب أن يدخلها وأن يبتعد قدر الإمكان عن الصفحات التي تروج للإرهاب وأيضاً عدم مشاهدة برامج بعض محطات الفضاء التي تروج للإرهاب أو التي تدعم الإرهاب هلأ بالمناسبة إحنا نحن, نحن, نحن بس ربيع للتنويه نحن الحلقه لا ما عم ناخذ تخصص موضوع الاطفال لكن اجت بسياق الحديث من خلال نعم. الماده اللي شفناها نحن عم نحكي بشكل عام البلدات. استعاده هذه البلدات تمام تمام تفضل المجتمع نعم هذا المجتمع المجالس المحليه ضعيفه جدا انا ارى ان الخلايا الصغرى هي التي يجب ان تكون الخليه الكبرى الخلايا الصغرى يجب العمل عليها في البيت في المسجد حيث يتلقى الانسان الراشد او الطفل الافكار الدينيه الصحيحه والمتسامحه وديننا دين التسامح هذا اولا، ثانيا مراقبه وسائل وسائل التواصل الاجتماعي ودائما اختيار رفاق متنورين او متابعه الصفحات المثقفين والمتنورين والمتعلمين والذين يؤدون رساله عبر هذه المواقع وعبر هذه الصفحات وايضا عدم مشاهده انا رجل كبير والتلفزيون عندي محطات كثيره لغيتها من تلفازي لانها تروج للارهاب او تروج للفكر المتطرف مثلا على الانترنت هذا هلا هذا الأهم. الكلام مع ألا. السيد ربيع هذا الكلام يصح لكل المجتمعات يعني انه مراقبه الاعلام وسائل التواصل نحن عم نحكي على خصوصيه البلدات وهذا ايضا رح ارجع لك بعد شوي اذا في تعقيب نعم. قصير اياد يعني هذا الموضوع في خصوصيه اكيد عن غير مناطق هو مثل ما قلت يمكن نحن شوي ركزنا اكثر على موضوع الاطفال ولكن هي كمان موضوع اكبر شوي يعني هو كان منطبق على في مراكز ثقافيه تسكرت في مكتبات تسكرت يعني في كمان دولة دولة كمان جيل الشباب السينما. اصلا يعني الشباب اللي كانوا كمان كانوا عانوا من ضغوطات رهيبه لان كانوا الإنترنت. تماما كانوا معرضين يمكن اذا كان الاطفال معرضين لمشاهد القتل فلكن الشباب كانوا معرضين للقتل بحد ذاتهم يعني هن كانوا بين بين ضايعين بين انه هي مناطقهم وارضهم وبيوتهم وارزاقهم وكذا وبين ما انه هن مجبرين انه على العيش تحت وطئه سلاح داعش وفقدوا مستقبلهم اعمالهم فقدوا التحاقهم اللي كانوا ملتحقين بالجامعات ما بقى يقدروا يلتحقوا بالجامعات يعني كمان عندنا مشكله ثانيه الحقيقه المشكله مو مستوى واحد هي الاطفال مشكله عده مستويات من الاطفال للشباب للجامعيين للمثقفين اللي كلهم كانوا تحت يعني تحت ارهاب بكل الانواع يعني هن يعني خرجوا من للخروج من ارهاب النظام وقعوا في ارهاب مختلف تماما يعني هي بس كانت نقله من ارهاب الى ارهاب اخر لذلك كمان هدول بحاجه ايضا لاعاده تاهيل بحاجه ايضا لدعم يمكن مجالس المحليه وكذا هن هذول الشباب بس اصلا هن كمان بدهم دعم يعني حتى هي المجالس المحليه وهدول مش بدهم يدعموا تماما هن بدهم كمان تجربتهم يعني نحن عم نعول عليهم اكثر من من استطاعتهم لان هن اصلا بتصور منظمات دوليه مفروض كانوا كانوا ضحيه كمان في تواصل يفترض ان يتم بين المنظمات الدوليه يعني نأمل ولكن والمجيهات. تعرف الواقع نأمل المجلس المدني في مدينة منبج ودائما في ريف حلب أقام احتفالية بمرور بمناسبة مرور عام على هزيمة تنظيم داعش في هذه المدينة جاءت هذه الفعالية أيضا لتقييم عمل المؤسسات الخدمية والمجتمعية فبعد طرد داعش بدأت الحياة بالعودة تدريجيا إلى سابق عهدها نظرا لما تشهده هذه المناطق من استقرار نسبي أمنيا واقتصاديا المزيد في تقرير التالي ضجيج الحياة وزحمة الشوارع والأسواق أصبح روتينا معتادا في إحدى كبرى مدن ريف حلب الشرقي انها منبج التي لا يمكن مقارنه حالها بما كانت عليه قبل عام واحد فقط فكل شيء بالمدينه تغير بل تنفس وعاد الى طبيعته والله بعد تحرير منبج اكيد ارتحنا اكثر امنيا وراحه يعني نفسيه اكثر بكثير وكمان الشغل فرق يعني أضعاف يعني للأحسن أكيد ولأنه من حق المرء أن يحتفل بما أنجز يجتمع أهالي المدينة ليحتفلوا بمرور عام على التحرر من احتلال داعش وسط حضور شخصيات تمثل مختلف المؤسسات والعشائر وتأتي هذه الفعالية ضمن حملة أطلقها المجلس المدني لتطوير عمل المؤسسات ودورها في خدمة المجتمع طبعا بدايات الحملة أطلقنا التعليم قبل الغذاء طبعا القطاع الصحي أخذ حيز الاهتمام أخذ حيز الاهتمام القطاع الصناعي طبعا عادة الحياة الطبيعية ضمن مؤهلاتها طبعا ضمن 28 مؤسسة موجودة في هذا البلد فكان كان الرائد الأكبر إذا شكل آخر للحياة بعد طرد داعش من المدينة وهذا ما تعكسه الحالة المستقرة التي تشهدها من فبعام واحد من الخلاص استعادت الحياة عافيتها ومحت آثار وشعارات داعش تاركة أمثلة أن إرادة الشعب أقوى من الإرهاب وليد بالعودة إليكم اسمع منكم كقيادي في حزب سوري معارض تعقيبكم على التجربه الديمقراطيه والتجربه بشكل عام تجربه المجالس المدنيه في بعض المناطق اللي تم تحريرها من داعش. بالتاكيد يعني هي تاخذ نوع من التدرج يعني باي شكل من الاشكال اي مدينه مهما كانت ظروفها بعد تحريرها من داعش بحد ذاتها تعتبر نوع من المنجس بالنسبة لهم على حد معرفتي واطلاعي بالنسبة مثلا لمنبج ومناطقها في نوع من في نقول نوع من الحيوية بالنسبة لتسير الأمور التسهيل مثلا الإجراءات سواء كان من شرطة أو من مثلا هيئات مجتمع مدني أو حتى من إدارات حكومية بس تبقى هي بحد ذاتها كل هذه التجارب وجدت في حاله ازمه ووجدت في مثلا في محيط ما زالت فيها مثلا اثار الحروب او اثار المعارك طاحنه سواء كانت من حولها او ضمنها ايضا وتعيش كل هذه البيئات بحد ذاتها حاله من الرهاب المستمر سواء من تفجيرات او حتى من مثلا لربما هجمات معاكسه الى اخره بشكل ما فيني بشكل مختصر جدا فيني اقول انه تجربه منبج تحديدا لربما فيها نوع من الرقي نسبيا بالموازات حتى بمناطق مثلا لربما تكون ما خضعت لداعش وما شهدت معارك مثلا اذا قيمت انا في المناطق الكرديه وقارنت رقم مثلا التداخل الموجود بين البيئتين من ناحية السلطة أو مثلا قوات قسد أو مثلا حزب الاتحاد الديمقراطي نسبيا حتى حالة نوع يعني حالة أنه منبج أكثر تميزا بالتأكيد وهذه لخاصية أنا أقولها كوني أنتمي إلى القومية الكردية اللي نزعت البيدة أنه دائما تحاول أن تبدي الأجمل نحو الآخرين طبعا كلنا سوريين وأن تمارس العكس مع معارضيها من القومية الكردية على كل حال يطول الحديث حول هذه النقطة ودائما أنت بتحب أنك تشير لو نتمنى دائما أن النزعات يعني ينعدوا من بعض ويغاروا من بعض في بمجالات التحفيز على التجارب الديمقراطية يعني. ربيع أسألك عن العلاقة برأيك بين المكونات السورية في المناطق المحررة من تنظيم داعش كون كون ضيفنا في الاستديو فتح السيره نعم آه نحن سوريون وهذا الاحظه في غربتي السوري مهما كان عرقه او طائفته هو سوري اولا واخرا طائفته سوريه واثنيته ايضا سوريه هناك بعض الاحقاد التي غزتها الحركات المتطرفه وايضا ارهاب نظام الاسد آه بعض النعرات ولكنها ستنتهي بنهايه هذه الحرب القذره على ارضنا بعد طبعا ان تحولت من من ثوره شعبيه وما زالت الثوره موجوده في قلوبنا الى حرب على الارهاب والى حرب بين ابناء الشعب السوري. انا برايي واكبر دليل مدينه ادلب مثلا حاليا التي تحتوي على كل انواع الطيف السوري ومن كل المحافظات السوريه ومن كل حتى هناك مسيحيين مع انها رغم انها تحت سيطره تنظيم القاعده ام داعش ولكن ما زال هناك مسيحيين هناك من الاخوه الاكراد هناك من الاخوه السريان هناك من جميع المحافظات في سوريا يحتضنهم اهل ادلب بكل حب وكل احترام لانهم اولا واخرا سوريون وادلب جزء من سوريا اذا لا خوف على العلاقه بين المكونات السوريه المهم ان يسقط الاسد ويسقط الارهاب يغرق الدب فتغرق كل البراغيث وتنتهي كل المشاكل اذا غرق اللي حكي عنه تغرق تنتهي كل تغرق المشاكل طيب اياد موضوع التجارب الديمقراطيه في هذه المناطق يعني اعود لما بدات به الحقيقه نحن يعني بدنا نرجع نشوف الصوره كامله نحن مشكلتنا لم تكن هي داعش، داعش هي كانت مرحله من مراحل المشكله نحن مشكلتنا كانت مع النظام مع القمع مع الاستبداد ولكن يعني ما يقلق في الموضوع مهما كان احيانا تبدو الصوره جميله لبعض الوقت ما يقلق في الموضوع انه ما بدنا انه هاي البلد تنتقل دائما من تحت الدلف لتحت المزراب يعني ما بدنا انه نحن هاي المناطق تنتقل من 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 استبداد الاسد لاستبداد داعش لاستبداد مشاريع اخرى في المنطقه هلا المشكله يعني انا هون ماني بصدد اتهام احد يعني في تجارب اخرى كمان في جرابلس ولكن يمكن اذا شفنا الصوره من زاويه مصغره بنشوف كمان استقرار وهيك اذا شفناها من زاويه مكبره بنشوف انه عنا اتراك في 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 قلب سوريا يعني يعني بالنهايه انه هي الصوره الجميله هي صوره مجتزاه من صوره كبيره سيئه يعني نحن ما بدنا هاي المناطق تكون آآ آآ خرجت من, من 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 داعش لتدخل تحت سيطره اي, أي, مشروع, أو أي أو مشروع اي مشروع اقليمي آخر تمام. يعني, يعني مشكله مشاريع كتيرة ومشاريع كلها سيئة ومشاريع كلها متنازعة يعني حتى فيما يتعلق سواء بقوات سوريا الديمقراطية او يعني حتى مثلا الاخوة الاكراد كمان هنا مو تيار واحد يعني ما فينا كمان نعتبر الاكراد كلهم مشروع انفصالي ولا فينا نعتبر يعني او او انه قوات سوريا الديمقراطية بتمثل كل الاكراد لاني كمان هي طريقة كتير غلط بالتعامل مع الموضوع انه انت لاني انت لما بتتعامل مع كل الاكراد على بصيغة واحدة فانت عب عب آآ آآ يعني عم بتخلي الطرف الاخر اللي هو اصلا عنده مشروع وطني معك او مشروع مع وحده سوريا عم تبعده عن مشروعك إذا. لذلك لذلك برجع بقول لك انه قلق هلا بيزيد اكثر انه انه خلصنا من داعش خلصنا من مرحله نحن بالنهايه مو مشروعنا داعش نحن مشروعنا هو الاستبداد بحد ذاته ابتداء من النظام وانتهاء باصغر حزب سواء كان كردي او محلي او اي كان توجهه بنصف دقيقه وليد معناها رجعنا لنفس الفكره اللي انا طرحتها انه تلازم لازم الاعمال كلها مع بعضها ما فينك مثلا تنجس حال مثلا حاله مجتمعيه بدون وجود توافق سياسي او وجود حل سياسي يهيئ لتوافق سياسي وليش ما على تكون مصر؟ الحاله المجتمعيه هي المحرض على توافق سياسي بالتاكيد انه الحاله السياسيه بدها تكون انعكاس للبيئه للحاله طبعا. الاجتماعيه بس الحاله الاجتماعيه من يعني كمان ما راح تصل امكانيه تقييم بالضبط آه آه. بالتاكيد يعني الواقع السياسي ما رح يفرض عليك تحب اخوك وتحب ابن عمك او تتحالف او تعمل هدنه معه مم. بس اذا انتم بلشت من عندكم يعني ضمن البلدات والقرى وهي التجارب المشرقه الى حد ما ضمن الظروف يعني المحيطه فيها محليه استاذي ورجعنا مثلا بدنا نرجع لظاهره الخيم وما خيم واللجوء مم. الى اخره تمام آه ربيع بنصف دقيقه اذا نقدر نختم معك كلمه اخيره لو سمحت تفضل شكراً لك وتحية لهذه المشاركة اللطيفة أنا أقول بأن الشعب السوري قادر علي إعادة بناء ذاته وبناء هويته الحضارية شعب حضاري شعب أصيل يسقط عنه نير الاستبداد والطغيان الاسدي ومن ثم الطغيان الفكري الديني المتطرف الذي اتت به تنظيم القاعده الارهابيه العميل المجرم وستعود الشخصيه السوريه للبروز كما تعود اليوم في اوروبا في تغريبتها وفي تركيا ايضا وتنبغ وتقدم كل جميل للحضاره الانسانيه. اشكرك جدا ضيفي من بروكسل عبر سكايب محمد ربيع الشعار منسق الرابطه السوريه ال اوروبيه واشكر ايضا في الاستديو الناشط السياسي اياد البطل والكاتب السوري والقيادي في حزب ياكيتي المعارض وليد عبد القادر. في السنه الفائته مناطق كثيره في محافظات حلب وادلب وحماه والحسكه والرقه ودير الزور وليف دمشق تحررت من داعش. اذا كانت متابعه تجربه اداره هذه المناطق على غايه من الاهميه فان ضمان نجاح هذه التجارب هو المفصل. تجارب يجب ان تكون انموذجا في الحريات المدنيه وعدم اقصاء احد مع ابعاد كل اثر لتسلط السلاح عن اداره المرافق او المؤسسات. ثمه مناطق اخرى تنتظر التحرير فلتكن تلك المناطق المحرره قدوه ومتشجعا لغيرها. نلقاكم في الاسبوع القادم في ملف جديد بامان الله.